فأنا من أنصار إنه خلينا نبقى دايما فاهمين اللي احنا بنعمله، يعني اللي احنا بنتكلم فيه الاخر. يعني مثلا على سبيل المثال، طب احنا عرفنا مثلا الانتخابات تبقى في الداخل ايام كذا وكذا وكذا، واحد واثنين وثلاثة، الانتخابات في الداخل تبقى في ايام 10 و11 و12، وانه هيبقى في اعلان للنتائج. كل ده بتحكمه مواد الدستور يا سادة، يعني ما فيش حاجة متروكة كده، يعني المسألة ما هياش صدف، المسألة هي مش بمزاجنا، المسألة كلها تحكمها مواد الدستور المصري. وعلي حتى فيما يتعلق بالفرز، ما يتعلق بإعلان النتيجة، تسليم المحاضر، الطعون إلى آخره، يحكمه الدستور. معانا على التليفون الأستاذ عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وطبعا الحقوق والسياسي البارز. أهلا بحضرتك أستاذ عصام. أهلا وسهلا، أهلا بيك. إيه الأخبار؟ كله حلو؟ كله تمام الحمد لله. مهم والله، ده أنا اللي وحشني صوت حضرتك ويوحشني رؤيتك دايما. ربنا يخليك أستاذ عصام. مهم عندنا أن احنا نحاول نفهم مع الناس التفاصيل الفنية بتاعت إعلان النتيجة، التفاصيل الفنية بتاعت الخطوات القانونية للطعون، وأنا أظن أن ده بيحكموا المادة 98 أو المادتين 98 و39 من الدستور المصري، صح؟ صح، كلام مظبوط. أنت أشرت للدستور، لكن كمان إحنا بيحكمنا كمان قانون الانتخابات الرئاسية، هايل، وبيحكمنا كمان قانون مباشرة الحقوق السياسية. يعني فالثلاث قوانين بيحكمونا، ويكفي أن أقول لك أنه الهيئة اللي بتشرف على الانتخابات دي اكتسبت خبرات ومهارات وتراكم لديها خبرات من 10 استحقاقات سياسية متتالية، عندها أمانة عامة احترافية، استطاعت انها تترجم نصوص الدستور وتترجم نصوص القانون لعدد من القواعد، يسرت المهمة على المتابعين وعلى المشاركين في الانتخابات. عظيم. احنا في الغالب منتظرين إعلان النتيجة يوم الاثنين القادم، يوم 18. احنا حتى هذه اللحظة لم تقدم اي طعون، على اعتبار انه كان في عدد كبير تجاوز 22,000 كانوا بيتابعوا الانتخابات الرئاسية، البعض بيسميها مراقبة. لم يثبت انه في امر جوهري يؤدي الى طعن من الطعون، ومع ذلك اثناء عمليات الفرز علينا ان احنا ننتظر حتى تنتهي عمليه الفرز وتعلن بشكل نهائي، وهو موعدها اليوم، بحيث يتمكن اعضاء الحملات الانتخابيه اللي لديه اي طعن على صندوق من الصناديق او لجنه من اللجان يستطيع ان هو يتقدم بها الى الهيئه المشرفه على الانتخابات. اظن انه احنا بننتظر انه اللجان العامه تتقدم بالنتائج بتاعتها بعد ان تنتهي كافه اللجان من التقديم بتاع محاضرها النهائيه، فبتعلن النتيجه في مده اقصاها 5 أيام من تاريخ التقديم. ده كلام مظبوط. واذا محددين، هم اعلنوا بشكل رسمي ان يوم 18 ديسمبر هيتم اعلان النتيجه بشكل نهائي. هم بيدوا الفرصه طبقا لما اشرت اليه حضرتك للدستور والقانون، انه لاي من المرشحين المتنافسين ان هو لو عنده اي شك تجاه فرز في صندوق او في لجنه فرعيه او لجنه عامه يستطيع ان هو يطعن عليه. فبيدوا المهله دي تحسبا انه يكون اي حد صاحب حق فيستخدم حقه القانوني وحقه الدستوري. طيب دي كده التفاصيل الفنية، هنا هروح بقى على السياسة، ومهم ان انا اسمع رؤية او قراءة استاذ عصام للمشهد الانتخابي او مشهد الانتخابات الرئاسية. عايز اقول لك المشهد كان مفاجئ بالنسبة لنا، يعني احنا كان عندنا توقعات، بس ما حدث فاق كل التوقعات لاسباب متعددة. خليني اقول لك ان الانتخابات دي هي انتخابات كاشفه لمعدن المصريين. احنا اكتشفنا انه عدد كبير من المصريين اللي ما كانش ليه علاقه بالانتخابات خرج عن بكره ابيه يشارك في الانتخابات. استطيع ان اقول لك ان في اسباب متعلقه بالامن القومي، وفي اسباب متعلقه بالخدمات اللي قدمت. خلينا اكلمك الاول على النقطه الجوهريه اللي عملت تحول لدى قطاع كبير من الشباب، وهو الاحداث في غزه. الاحداث في غزه أيقظت الشعور الوطني وأيقظت الانتماء لدى الأجيال الجديدة وحفزتها على المشاركة في الانتخابات ودعم صانع القرار. جزء كبير من المصريين كان نازل
مش بس انه يصوت، هو كان لديه شعور عام انه الانتخابات تكاد تكون محسومه يعني مسبقا، لكن هو كمان كان حريص جدا على انه يدعم الرئيس القادم بغطاء شعبي كبير يمكنه من اتخاذ قرارات، من التفاوض، من تمثيل الدوله المصريه، تمثيل خلف ودعم شعبي كبير يمكنه من اتخاذ قرارات مصيريه في المرحله القادمه. الانتخابات دي كمان كانت كاشفه لانه قطاع كبير من المجتمع اللي استفاد من الثوره النهضويه اللي تمت اعتبارا من 30/6 في قطاع كبير جنى ثمار احنا ما كناش مدركينه، الناس اللي هي اتنقلت من الاماكن العشوائيه وسكنت في اماكن صالحه للسكنه، الناس اللي استفادت من المبادرات الرئاسيه المتتاليه، الناس اللي استفادت من حياه كريمه، المناطق الحدوديه اللي وصلتها الخدمات وتذكرتها الدوله المصريه بعد سنوات عديده، القطاع الكبير اللي تضاعفت مساحه مصر فيه، احنا كان مساحتنا تقريبا يعني بنعيش على 7% من مساحه مصر، يعني في سنوات قليله بقينا 14%، الناس اللي استفادت من ده كله كانوا بيردوا الجميل. المصريين كمان بيتحركوا عند الشعور بالخطر. يعني صح. عدد كبير جدا تحرك بالشعور بالخطر. خلينا نقول لك بقى كمان بقى بالامانه من السياسه انه كان في ماكينه انتخابيه محترفه. انت احنا في مصر عندنا 106 حزب، عدد كبير من الاحزاب دي كان بيدعم وبيساند المرشح عبد الفتاح السيسي، عندك ثلاث احزاب اخرى نزلت الانتخابات فيهم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اللي ليه لون مختلف خالص واللي سخن المعركه. المصري الديمقراطي الاجتماعي كمان كان معاه مجموعه من احزاب المعارضه متحالفه ومتالفه معاه. ايوه اللي عايز اقول لك انا يعني الاحزاب اللي المعارضه اللي ما دعمتش فريد زهران انا اعتقد انها ارتكبت خطا في حق التجربه الحزبيه وفي حق التجربه الديمقراطيه، لكن خليني اقول لك انا شفت مظاهر غايه في الاهميه توضع في الحسبان ودي اللي هترسم الخريطه السياسيه والخريطه الحزبيه في المرحله اللي جايه. حلو. انت عندك احزاب موالاه كبيره كانت بتدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه الاحزاب نفسها كانت بتتنافس على الارض. النواب نفسهم كانوا بيتنافسوا على الارض، كل واحد منهم كان عايز يثبت جدارته لعضويته للبرلمان او لقدرته للاستعداد للبرلمان القادم، فاشتغلت ماكينه انتخابيه احترافيه بشكل كبير، استطاعت انها تيسر لملايين من المواطنين ان هم يشاركوا في الانتخابات، انت عندك تقريبا اكثر من 10 مليون من ذوي القدرات الخاصه كانوا حريصين جدا لما قدمته الدوله من خدمات ليهم ان هم يشاركوا في الانتخابات عرفانا بالجميل، كل اللي استفاد من المبادرات، كل اللي استطاعت القوى السياسيه والاحزاب خاصه الاحزاب الكبيره اللي بتمتلك قدرات ماليه انها تيسر المهمه من خلال توفير وسائل نقل للمواطنين، تحفيز المواطنين، تدبير وجبه غذاء للمواطنين، كل ده حفز عدد كبير من المواطنين ان هو يقف طوابير وقت طويل وانه يشارك في الانتخابات. قطاع كبير من الشباب كان راغب في المساهمه في صناعه المستقبل، يقول لك يعني انا الاستقلال الوطني اللي بيتم واللي انا شايفه، الحفاظ على الاستقرار، قوه الدوله المصريه في محيط اقليمي مهترئ، يعني ما كل ده حفز قطاع كبير انه يشارك. المشروع النهضوي الكبير اللي بدا، الناس بتنتقد في كثير من الاحيان، بتشتكي من رفع الاسعار، بتشتكي من الغلاء، بتشتكي من ندرة بعض المواد الغذائية، لكن الناس في النهاية مدركة لما تراه من الدول المحيطة بنا ان الاستقرار والامان مهم جدا. نسب البطالة قلت. انت كمان يعني عدد كبير من المصريين اللي كانوا مقيمين في الدول اللي حصلت فيها احداث رجعوا. انت استطعت انك انت تستوعبهم، ودول كمان كانوا بيعترفوا بالجميل من خلال مشاركتهم في الانتخابات. صحيح 100%. الخلاصه ان حصل ايقاظ للضمير الوطني، حصل ايقاظ للعشق الوطن ومحبه الوطن وخوف على الوطن، كل ده ساهم في انه يحصل تصويت عالي عمرنا ما توقعنا. انا
انا في اقصى التقديرات كان تقديرات 52%. ما احنا لسه هننتظر التقدير يطلع من الهيئه الوطنيه. أرجوك ربنا يخليك يا أستاذ عصام. خليني الأول أشكرك جدا 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 أستاذ عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وطبعا الحقوقي والسياسي الكبير والمعروف.